الخسائر ناجمة عن حوادث الطرق دفعت مصر إلى احتلال المركز الأول بين الدول العربية في عدد الضحايا حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. الإحصاءات الرسمية تقول إن 13 ألف قتيل و 60 ألف مصاب سنويا هم حصيلة حوادث الطرق، وتتنوع الخسائر بين مالية تقدر بمليارات الجنيهات إضافة إلى الخسائر البشرية التي تتوزع أضرارها في أكثر من مجال. السن بتاع القتلى والمصابين بشدة بيتراوح ما بين 15 و 40 سنة في الفئة العمرية دي، فطبعا دي فئة اللي هي المفروض انها ما زال انتاجها وفي باقي حياتها بتبقى فئة منتجة. النسبة الأكبر من حوادث الطرق في مصر تكون طرفا فيها حافلات نقل البضائع، ويعاني أسطول النقل البري من العديد من المشكلات يأتي في مقدمتها عدم التحديث والتطوير، إضافة إلى أن شبكة الطرق تعاني من مشكلات مزمنة، ما دفع وزارة النقل إلى وضع استراتيجية لتطوير منظومة النقل بشكل كامل حتى العام 2050، وتشمل مخططات لتطوير البنية التحتية والإدارية والتشريعية المرتبطة، وتسعى الوزارة إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في تطوير وسائل النقل البحري والجوي، والسعي إلى تحقيق استفادة أوسع من مجرى النيل في عمليات نقل البضائع والأشخاص. بالتأكيد أن القطاع الخاص يستطيع أن يساهم في هذه المشروعات، لأن تمويلها ليس بالشيء المعجز. صناديق التمويل العربية، صندوق التنمية السعودي، الكويتي، الإماراتي وغيرها، مهتمة بتمويل مثل هذه البنية الأساسية، سواء الطاقة أو النقل بكافة أشكاله. النقل الجوي أيضا لنا باع قديم فيه. محدودية الشرايين المرورية الجديدة داخل المناطق العمرانية في أغلب المحافظات المصرية مع الزيادة المضطردة في عدد السكان عوامل تسهم في حدة الأزمة المرورية، وخصوصا داخل المدن. آمال وتطلعات تتعلق بمؤتمر مصر للمستقبل المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ لجذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ خطط التنمية، وخصوصا إحداث تنمية شاملة في منظومة النقل في مصر بفروعها كافة. محمد صلاح الزهار، سكاي نيوز عربية، القاهرة.